تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت صلاة الجمعة في إحدى الدول ولاحظت أن الخطيب يخطب بثلاث خطبات، وأن الحضور يخاطبون الخطيب ويسألونه ويجاوبهم عن مسائلهم. ثلاث خطبات هذه بدعة، ثلاث الخطب هذه بدعة، مشروع خطبتان. ناحين على اللي يقولون، ننكر على اللي يقولون خطبة واحدة، وهذا يجيب ثلاث خطب، كلهم مخالفين للسنة، لا اللي يقتصر على واحدة ولا الذي يزيد. الزيادة والنقص كلاهما بدعة لا يجوز، ولا يجوز الكلام حال الخطبة كما سبق. نعم.